اتهمت قوى المعارضة الموريتانية الجنرال المرشح للرئاسة محمد ولد عبد العزيز بالتحضير لانقلاب جديد. وقال يحيى ولد سيد المصطف مدير حملة مرشح جبهة الدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بولخير إن التلويح بتدخل الجيش خطير وغير رشيد، وأضاف أن الجيش على نفس المسافة من الجميع إن لم يكن أقرب إلى الداعمين للتغيير الديمقراطي. أؤكد من هذا المنبر أن اللعبة نحن دخلناها بجدية ولن نقبل فيها إلا الشفافية المطلقة. معنى ذلك أن من يلوحون بردنا الوراء، وأن من يلوحون بالانقلابات مرة أخرى، ويلوحون بأن الجيش الوطني هو جيشهم وأن الحكومة هي حكومتهم، هذا ما نعتبره دعاية رخيصة، ولكن نحذر. من بين الأسماء التي تخوض السباق الرئاسي الموريتاني السابق الرئيس السابق العقيد علي ولد محمد فال الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري أبيض عام 2005. علي ولد محمد فال عقيد سابق في الجيش أمضى 20 عاما مديرا عاما للأمن قبل أن يتزعم انقلابا ناجحا ليقود موريتانيا خلال مرحلة انتقالية دامت سنتين بدأت معها تجربة التناوب الديمقراطي مع وصول أول مدني إلى السلطة إثر انتخابات رئاسية حرة أشاد بها المجتمع الدولي. خلينا بلد على أرقى مستوى من الحريات، وعلى أرقى مستوى من الاقتصاد قط عاد فيه البلد، وعلى أرقى مستوى من الأمل بالنسبة للشعب الموريتاني. مع الأسف هذا كله انتكسوا انقلاب 2008. ينظر إلى ولد محمد فال على أنه أحد المرشحين الأربعة الكبار في هذه الانتخابات، وهو يقدم نفسه كمرشح قوي قادر على تقوية وحدة البلاد التي كادت أن تمزقها أزمة سياسية حادة نشبت إثر الإطاحة بالرئيس المنتخب الذي سلم له السلطة قبل سنتين. ما دام بلدنا عاد بذي الوضعية عدنا الكرة من جديد من أجل إتاحة فرصة من جديد لخروج البلد من هذه الوضعية، وراجعين إن شاء الله مع عون الموريتانيين، وده هو معنا اليوم عنا ترشحنا في هذه الظروف اللي ترشحنا فيه. ولد محمد فال وجهت له اتهامات بالفساد من طرف أحد المترشحين رفيق دربه السابق في المجلس الذي أطاح بولد الطايع الجنرال محمد ولد عبد العزيز. علي ولد محمد فال يقدم تشخيصا للحالة الموريتانية يعيد إلى الأذهان تقييمه للأوضاع في البلاد قد ذات أصوله إلى السلطة قبل 4 سنوات. الجديد هو أن فال يريد هذه المرة تصحيح الأوضاع في بلاده عبر بوابة الانتخابات بدلا من الانقلابات. الخليل والجدود العربية المواكشو.